ليش ممكن يبين علينا انه احنا تعبانين او مش مرتاحين او مش نايمين منيح، مع انه بنكون احنا نايمين وامورنا تمام وما بنشكي من اشي؟ هلا الفكرة انه منطقة العيون هي اهم منطقة بالوجه، واكتر منطقة بارزة واكتر منطقة ببين عليها التعب وببين عليها علامات تقدم العمر. فلذلك هاي المنطقة هي اوريدي حساسة وبتطلب منا اعتناء خاص. اليوم رح نحكي عن شوية إجراءات عنا بالعيادة نقدر نحسن من هاي المنطقة. أول إشي عنا البلازما. البلازما دائما بننصح فيها الكل، البلازما مناسبة للجميع، آمنة تماما للناس اللي بتخاف تحقن أي إشي، مادة غريبة بتقول لك فيلر أو بوتوكس، هاي كيميكلز ما بدي أحقنها. البلازما من الدم فهي كتير آمنة. البلازما الإشي الوحيد اللي ممكن يخفف من الهالات السوداء حول العين، بيجدد الخلايا، بيعطي نضارة للمنطقة. فالبلازما كتير مهمة لمنطقة. شغلة تانية اللي هي الفيلر تحت العين. الفيلر بيعبي التجويف الموجود تحت العين، لأنه وجود التجويف بيعطينا عمر أكبر من عمرنا، بيبين علينا التعب كتير. فالفيلر بيرجع بملي المنطقة أو بيحليها. الإجراء الثالث اللي ممكن نعمله لمنطقة حول العين هي إبرة فولايت من جوفيديرم. هي تعتبر إبرة نضارة فيها هيلورونيك أسيد. الهيلورونيك أسيد راح يخفف من الخطوط الكتير صغيرة اللي بتكون موجودة تحت العين، مش التجويف. كمان بالإضافة إنها بتعطي لون حلو للمنطقة، فبتخفف علامات التعب والإرهاق اللي ممكن تظهر عليها.